مشاهدي شفتي فيها اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا كنتواجدوا الان في منطقه درب سلطان، بالضبط في الدرب اليهودي، الدرب المشهور اللي اليوم وقع فيه واحد المشكل وكانت غتوقع كارثه. يعني تخنق الواد الحار، وللاسف يعني ملي جات شركه ليداك باش تدخل ما قدروش في الاول انهم يدخلوا، نظرا لان ملي جاوا السلطات المحليه يعني متمثله في المقدم ولا في عون السلطه وكذلك السيد القائد، قالوا لهم انه الدار مهدده بالانهيار، راكم لا قصتوا تقدر تريب في اي لحظه. بطبيعه الحال هذا الشيء يعني اللي خلى واحد الخوف عند اغلبيه الساكنين هنا من الدار هذه، وهذا الشيء خلانا يعري على واحد الواقع، مجموعه من المشاكل اللي كيعانيو من الساكن هنا ديال الدرب اليهودي. واخا مصطفى شنو السلام عليكم خويا. جاو دابا شي شهر ولا اكثر من شهر، وهذا المشكل ديال القادوس الواد الحار مفرقع هنايا، السكينه كلها مضروره، وعيطوا ليديك وعيطنا لرئيس الجماعه، عيطنا للجماعه وكل شيء كيقول لك راه عطيناهم الاوكي. ملي جاو قال لك الحسيدي ما عندناش حنا الاوكي، قال لك حنا ما نقدروش نحفروا، كاينه 3 متر لتحت غنحفروها. قال لك كاينه الدار هنايا اهل السقوط، بان كاينه ها هو الدار هي نتا تشوفوها، وكاينه جاو ولادي قال لك ما نقدروش حنا نخدموا، خصنا رئيس الجماعه ولا القيد ولا هادي من الجماعه يعطينا الاوكي. حنا الناس جاو بغاو يخدموا معاهم، ما لقاوش معاهم من يخدموا، راهم دابا واقفين، راه كل شيء واقف، راه السكينه كلها مضروره، وعندنا شحال من المشاكل هنايا في الدرب. يعني هنايا ما خايفين من الدار، خايفين من الدار لا طيح، هادشي اللي خايفين منه. الدار صحيحه، الدار ما فيها والو، ديك النهار نيت وقع المشكل في الدار هادي، قال لك اهل السقوط، ما اهل السقوط ملي جاو عركوا معاها، هي شوف كيفاش خلاوها، شتيها هاد الدار، شوف كيفاش خلاوها، ملي كيجي البرد ولا الريح هادشي كامل كيدخل عندنا لديورنا، فهمتي؟ يعني هادشي كلشي مضروب. كيجي رئيس الجماعه شحال من مره جا هنايا، قال لي واخا غنحلوك عندنا، عاوتاني زباله ليه في مدرسه، واحد المدرسه هي كاينه هنايا، عينا كنعانيو منها، انا ساكن تما، ساكن اونفاس مع المدرسه، وكنعانيو من تما، عندنا حنا واحد الواد الحار، مدرسه قسطلاني معروفه تاريخيه، وكامي ماتور سابقا، كانوا قراو فيها الاساتذه وقراو فيها الضباط وقراو فيها كلشي هاد المدرسه هاد. ودابا دابا الازبال عندنا الزبل دار حتى تما، حنا غادي نطلعوا دابا نشوفوه غنديروا السلوم ونطلعوا. حنا كنعانيو بزاف من المشاكل ديال هاد الجماعه هادي، هاد الجماعه راه ما خداماش معانا. هما حالين هاد الباب شو كيمفرقع هنايا، يعني هادي خدمه، هادي ماشي خدمه، هادي حشومه كاع، يبقاو هنا كيجيو شمكاله، يجيو جاب الله، حنا بعدا هنايا كنوقفوا كنردوا البال، وداك درب شعبي راه دير البال، وداك انا راه يوقع الاغتصاب هنايا. كون دابا هادي كل ما رادينش البال للناس، كون دابا يدخل لها شمكار يدير فيها ما بغى. دابا الناس كي 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 رادين البال بعضياتنا وصافي. وليت صغير، يجي شي واحد يدخلوا لك تما بالليل، ولا شي واحد يختطفوا لك، ولا يدفن لك شي نهار شي واحد تما، والله الله اعلم. حتى دابا الله اعلم اش كاين تما، الله اعلم، ما غاديش نعرفوا. عندنا مشكل ديال هاد المدرسه، حنا الساكنه ديال هاد الزنقه، انا ساكن هنايا ها داري، وهنايا عندنا زباله، كل هاد الزبل هذا شوف شنو ولا كتهجم علينا. جا رئيس الجماعه دويت معاه وريته هاد الشيء، وريتو هاد الشيء وطلع معايا، وكان عندنا باب الهيم محلول، المدير كان كيصلح، كان اصلاحات في المدرسه وداك الشيء في هذا العام اللي فات، في 2022 صلح، جاتو ميزانيه صلح، بغى يطلع السور من هنايا، المهم بغى يصلح المدرسه. قال لك هذاك الشيء الزبل بزاف عليا، ما نقدرش عليه، خاص الجماعه تجي شوف انت، طلع اخويا ضرب واحد الطله تما، غادي تشوف شوف الزباله اللي كاينه كيفاش دايره. شتي الزباله اللي كاينه، طلع ما تخافش، طلع انا نشد بك السلوم، طلع. يعني المدير جا دار الشكايات ديالو، دار المسائل ديالو، ما كاين والو. حشرات، سرق الزيت، طوبات، ما نقولش لك اش كيخرج من تما، كره حتى الحناش كاينين واقيله تما. حتى الوليدات الصغار راه مدرسه، راه اقسام هذوك، هذاك راه قسم، هذا كيقريو فيه. حشومه كاع، وحشومه حنايا، حنا من الساكنه الاولين ديال الدار البيضاء، درب اليهودي راه مشهور معروف، يعني 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 حرام يكون هذا الشيء، باش يجي واحد يبدا يقول لك غدا بعد غدا. هادشي دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين، امتى بدا الانتخابات؟ ملي بدا الانتخابات؟ مجلس سابق عندنا وحدين النوابه ديالهم ولاد الدرب ما كيديروا حتى لعبه والو. جينا ديك النهار جاو بغاو يديروا لنا داك التريطوار، داك الكاري هنايا، منعناهم منه، جاو من بعد
كان عندي مشكل ديال واد الحار تما، راه باقي عندنا مشكلين ديال واد الحار، يعني ما كيدوش الماء من هنا هذا واد الحار اللي كاين لي كار اللي كاين. كيف ذاك المشكل اللي كاين تما؟ ما كاينش. البيئه التحتيه هنايا ميته، كلشي مردوم تحت التراب، كيجيبوا الدكاكات، كيجيبوا داكشي كيزفتوا لينا وكيزيدوا. ديك النهار ديك النهار ني جاوا بغاو يزفتوا لي تما، قلت لي ما غاديرش لي داك الطريطوار، ومن وراهم يجيبوا الزفت. وقالوا لي واد الحار المشكل ديال واد الحار بحال هذاك المشكل كان غيطلع. المهم ما خليناهمش يديروا لنا داك الطريطوار، حيت كيجيو كيديروا الطريطوار، كيديروا داك التوفنا، وكيديروا يحطوا داك الشيء فوق منه. يعني هذه ما خدمه ما والو، هذه غير ديك النهار طاحت مرا تهرست من ركبتها، طاح واحد السيد راه مشى دعاهم، طاح حتى هو نيت في داك الطريطوار اللي الهيفين كنا في قبيله في داك القادوس. ويعني احنا منسيين في هذا القنت هذا، ناسينا. وحنا كنطالبوا بهذه المدرسه هذه خاصها تصلح، خاصنا الزباله تحيد هي الاولى بعدا، والصوري عليو ويكون داكشي زوين. وحنا راه محاربين مع الناس، ما كنخليهمش يلوحوا الزبل. انا راه ساكن هنا، ما يمكنش لي غنجي نلوح الزبل انا هنا وانا ساكن هنا. الساكنه كلها كتشكي من هذه العيبه هذه، ولكن اللي كيجيب الزبل من هنا هما الكرايه. عندنا كرايه بزاف هنايا، ولا الدرب ما بقاوش، ولاو كرايه. كنمشيو كيجيو من لهيه وكيجيبوا الدراري الصغار ما عارفينش، كيجي كيروح الزبل. كاين بعض الناس بعقلهم كيلوحوا الزبل، مع الفجر غادي يصلي الفجر كيجي يلوح لنا الزبل. حنا ديما المشاكل، حنا شحال من مشكي انا عندي مع الناس هنا على قبل الزباله. يعني هادشي ماشي معقول، يعني ماشي معقول. المدير دابا نمشيو نهضروا معاه، قال لي نهار يجيو ويبغيو يخدموا غنحل لهم انا الحيط هذاك، نفرقعوا لهم على حسابي. وانا قال لي عندي ميزانيه، قال لي عندي المعلميه غنعيط لهم، غادي يجيو غادي يسدوا عاوتاني. قال لي وحنا انتم عاونونا شويه من هنا وحنا من هنا. قلت له حنا نتعاونوا معاك، حنا ساكنين هنا نتعاونوا معاكم على الراس والعين. دراسه راه بحال الجامع عادي، يعني خصها تكون محترمه، خصها تكون يعني ماشي تجي تلوح فيها انت الزبل. راه حشومه، اي واحد ما غيبغيش يتلاح ليه الزبل قدام باب داره، عاد تجي تلوحوا ليه في المدرسه. والمدرسه شكون اللي كيقراو فيها؟ التلاميذ الدراري الصغار ما كيحلوش. دابا هاد الشراجم هادو اللي ما هنا ما كيتحلوش على اساس الزبل كاين هنا، يعني والو. امال فين كانوا شحال هادي كانوا كيجيو كنديروا شكايات للعماله، القيد، النيابه، ثلاثه الشكايات كنصيفطوهم. عاد باش كيجيو الساكنه كلها كتستني فيها، عاد باش كيجيو كيحيدوا عنا هاد الشيء نيت هاد العشوائيات الشجر، كيزبروا هاد الشيء. راه والله جاو زبروهم الاوراش، ولكن ما داروا والو. مصيفطين لنا دراري صغار بين الطاق الطاق، داروا لهم بين خدمه، ما والو. هادي ساكنه نيت مرشحه، راه هي ساكنه في راس الدرب تما، ما كدويش على هاد الشيء، ما عمرها هضرت على هاد الشيء. كنتناقشوا معاه، مالو ما كايناش هي، لا علاقه. جابوا ضريقه هزيتو بموتور نايت كبير كيفرق عندنا الميكات. حنا واش باغيين الميكات؟ لا ما باغيش الميكات، حنا باغيين الساكنه تولي مزيان. هاد الشيء خصو يتنقى، حنا راه كنديروا مجهود ديالنا، حنا راه كنشطبوا، حنا اللي كنشطبوا. بعض المرات اللهم كدوز داك مول الشطابه كاع ما كيدوز مننا، كنلقى الدنيا مشطبه، ويجيو حشومه كاع، عيب وعار. وحنا كنطالبوا دابا نتوما، كنطالبوا اخويا يجيو هاد الجماعه ولا رئيس الجماعه ولا هاد النواب ديالهم النيابه. لا غادي يجيو دوك المسؤولين ديال الجماعه هما اللي غادي يحلوا المشكل. نهار وقفت عليهم على هنا ودرت لهم بالباله، راه جا عندي مهندس ديال الجماعه، جا عندي رئيس الجماعه كيطلبوا فيا. علاش؟ على اساس باش نخليهم يدوزوا هاد الزفت هذا من هنا، حيت حنا ما خدامش لينا حنا هاد الشيء، خدام لينا لتحت البيئه التحتيه. نشوفوا شنو كاين. ها هو دابا واد الحار، نصوروا دابا جيت تشوف عامر. هذا مبومبي، هذا مبومبي، الماء ما كيمشيش، هاد الماء ما كيمشيش، راه هو راه فين واقف، راه مبومبي ما كيمشيش من هنا لله، ما كيمشيش. ملي كتكون الشتا والفيضانات كيعمر هاد الشيء، كيعمر الطوموبيل الا دازت كيضرب لي الباب هنا، هاد الشيء كامل كيطرش على الباب الدار وهذاك الشيء. فهمت؟ جات ديك النهار زفتو، شو دابا هادي؟ هاد القادوس، هاد الخويه، هادي لاش؟ هادي ماشي خدمه، هادي حشومه كاع دير بحالكم. هادي دابا انا عندي امي مرا كبيره في عمرها 84 عام، با هو كذلك راجل كبير. انا دابا هادي دايرين لها احتياط، قالوا لك راه من بعد ان شاء الله غادي نجيو نهزوا القادوس. ها دازت عليه عامين ولا عامين ونص، ما داروا والو. انا نهار وقفتهم على هنايا تصيبوا لي واد الحار، وخلاو واد الحار هنا، راه الولي واد الحار كاع مفرقعين عند عباد الله. الناس راه كتعاني، حيت الناس ما كاينينش الملاكه، كاينين الناس ساكنه الكرايه. كاري ما كيقدرش يهضر، كيخاف من القدام، يخاف من القايد، يخاف من هذا. حنا ما نخافوش، علاش نخافو؟ حنا في دوله الحق والقانون. لما كنتيش غدير معايا هذا الشيء، علاش غادي تفرق عليا ورقه في الانتخابات تقول لي انتخب عليا؟ باش غننتخب عليك؟
انتخب عليك انتخب عليك ب نعطيك صوتي وغدا بعد غدا ما نبقاش نلقاك. راه ما بقيتش كنلقاك دابا، راه دابا شحال من مره كنمشي للجماعه ما كنلقى حتى واحد معاه من نهضر، مع من تهضر. صافي اخويا الله يرحم الوالدين، ملي حنا ردوا لنا الباب اللي كان الباب غادي يرجعوا. قال لك المدير، انا قال لك على راسه والعين، قال لك انا الحفر دابا نمشيو عند المدير. حنا كنطالبوا بهاد المسؤولين ديال هاد الجماعه مر السلطان الفيده يطالعوا بهذا الشيء، راه ما دايرين والو، ما دايرين حتى شي حاجه. والله يرحم الوالدين ونشكره وكنشكروا شوف تيفي، نشكروا بزاف المشاهدين شوف تيفي. حنا كنتمنوا رساله توصل للمسؤولين هنا ديال الجماعه وكذلك ديال نيابه التعليم باش يشوفوا هذا الامر، لان في الاول في الاخر كاين من غير مصلحه هاد الساكنه كاين مصلحه حتى التلاميذ، فخاص نيابه التعليم انا تشوف وتلتمس هذه الامور. يعني كاين حتى وليدات الداخل كيقراو في ظل هذه الاجواء اللي تاثر عليهم، فكنتمنى الرساله توصل في اقرب وقت.